أضخم عمل درامي تاريخي. يا بني هاشم، قد سمعتم من ابن أخي محمد. اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي الحكم بن هشام أو بعمر بن الخطاب. والله إنك لخير الرجلين. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. حرك القلوب وأدمى العيون. أتبكي يا أمير المؤمنين وهو يوم فرح عظيم؟ اللهم إني ضعيف فقط. يا عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ أبشركم أن الله فتح علينا الإسكندرية. دخلت مصر في أمر المسلمين. ولكنك الأمير ونحن جماعة المؤمنين، فأنت أمير المؤمنين. من الفتى الكريم؟ عمر بن الخطاب. فور شباب بيتنا، ورمضان جنتنا. رمضان يا شهر القرآن.